هذا وقال مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد إلياس رحالة، قال إن الاتجاه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات من شأنه مكافحة الوباء، وأكد أن تشكيل لجان ولائية للرصد وإعطاء صلاحيات اتخاذ القرار على المستوى المحلي أعطى نتائج إيجابية. قرارات اللي اتخذت هي مسار منطقي لقرارات اتخذها من قبل، هي مسؤولية الولايات في إطار رصد ومحاربة وباء كورونا. احنا نظن باللي لا مركزية القرار هي أحسن وسيلة للقضاء على وباء كورونا في الجزائر، ونشوفوا هذا من اتخذ القرار بأنه مسؤولية الولايات على رصد الوباء في كل ولاية من ولايات الوطن بدأت تعطي النتائج تاعها، ونظن باللي هذه الأيام رانا نلاحظوا باللي الضغط قص على المستشفيات تاع البلاد. منظومة اليقظة هو تفعيل في كل ولاية كاين مجلس من مختلف القطاعات تحت رئاسة الوالي، هذا التفعيل هذا كيكون مختلف القطاعات في رصد الوباء النتيجة تكون عندها أهمية وتكون أحسن، وكل ولاية عندها خصوصيات تاعها.